يحتوي الذرات المتعادلة على عدد متساوي من الإلكترونات والبروتونات، وعليه فإنها لا تظهر أي تأثيرات كهربائية، ويقال إنها متعادلة كهربائياً أو غير مشحونة. وعند اختلال التوازن بين الإلكترونات والبروتونات، أي إذا حصل زيادة أو نقصان في الإلكترونات، يقال إنها مشحونة. عندما تكتسب الذرة إلكترون أو أكثر، فإن شحنتها تصبح سالبة، أيوناً سالباً. وعندما تفقد إلكترون أو أكثر، تصبح شحنتها موجبة، أيوناً موجباً. تجذب الأيونات الموجبة الإلكترونات من الذرات المجاورة لتتعادل، وهذا يسبب سريان الإلكترونات، التيار الكهربائي، أي أن التيار يدفع بواسطة قوة الدفع الكهربائية، ويعرف التيار على أنه الشحنة المارة في مواصل ما خلال وحدة الزمن. يقاس التيار بواسطة الأميتر، حيث يربط على التوالي في الدائرة الكهربائية، أي يتم ربطه ضمن مسار التيار، حيث أن وحدة قياس التيار هي الأمبير. القوة الدافعة الكهربائية لأي مصدر هي مقدار الشغل المنجز من قبل المصدر لوحدة الشحنة، وبسبب وجود المقاومة الداخلية للمصدر أو العمود الكهربائي، فإن فرق الجهد بين طرفي المصدر سوف يكون أقل من مقدار القوة الدافعة الكهربائية إذا كان التيار يتحرك خارج المصدر من القطب الموجب إلى القطب السالب. وإن سبب المقاومة الداخلية هو أن العمود الكهربائي مصنوع من مادة تمتلك مقاومة تعتمد على درجة حرارة المادة ونوعها، وأن الأجهزة المستخدمة في إيجاد القوة الدافعة الكهربائية والمقاومة الداخلية لعمود كهربائي هي عمود كهربائي، جهاز أميتر، صندوق مقاومات، ومفتاح كهربائي مربوطة على التوالي. أن التيار المار في الدائرة الكهربائية الموضح في الشكل الأعلى هو I تساوي E على R زائد RA زائد RB، حيث أن E هي القوة الدافعة الكهربائية، R تمثل قيمة المقاومة في صندوق المقاومات، RA تمثل مقاومة الأميتر، RB تمثل المقاومة الداخلية للعمود الكهربائي. ويمكن وضع المعادلة بالصيغة التالية: R تساوي E في مقلوب التيار ناقص RA زائد RB. وعند تغيير قيمة المقاومة في صندوق المقاومات إلى 5 أوم، فإن قيمة التيار سوف تقل من 1.5 إلى 0.7، ثم نجد مقلوب التيار حسب المعادلة الثانية. فعند رسم العلاقة بين مقلوب التيار المحور السيني وR على المحور الصادي، فإن نتيجة الرسم ستكون خط مستقيم يقطع الجزء السالب من محور R عند النقطة A، ويمثل ميل المستقيم القوة الدافعة الكهربائية، وأن القيمة المطلقة للقطع هو A تمثل مجموع مقاومة الأميتر RA والمقاومة الداخلية للعمود RB.